صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. وزي ما انت قلت يا كريم، كمان في أخبار متعلقة بدورات شهر رمضان، والأكيد إن الأجواء بتكون مميزة جدا داخل النادي الأهلي في شهر رمضان، ويمكن معانا أخبار زي ما انت قلت متعلقة بهذا الموضوع. لكن بقى في البداية خلونا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم واللي بيستأنف تدريباته النهارده. خلاص بقى طبعا غلقوا صفحه البطوله الافريقيه بعد طبعا ما فازوا على فريق يانج افريكانز بنتيجه 1-0 وتاهلوا لربع النهائي البطوله متصدرين المجموعه، عشان بقى يبداوا التركيز التام في المباراه القادمه ونهائي بطوله كاس مصر، واللي بالتاكيد هتكون امام فريق الزمالك يوم الجمعه القادم في السعوديه. خليني اقول لكم انه الفريق النهارده ان شاء الله هيكون عنده ميران صباحي، يمكن بالفعل الفريق متواجد من الساعه 10 الصبح. الميران هيبدا الساعة 11 صباحا. وكمان بقى خلوني اطلعكم على خطة النادي الاهلي استعدادا للمباراة غدا. ايضا ان شاء الله هيكون في ميران صباحي للفريق، ويوم الاربع البعثة هتغادر للسعودية الساعة 10 الصبح. ان شاء الله هيكون عندهم بقى ميران مسائي يوم الاربع في السعودية، ويوم الخميس كمان هيكون عندهم الميران الاخير قبل المباراة يوم الجمعة. اكيد كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى البطولة تكون اهلاوية ونحتفل مع بعض يوم الاحد القادم بفوز رجال النادي الأهلي ببطولة كاس مصر. أكيد كل التوفيق وكل الدعم لرجال النادي الأهلي. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى نروح دلوقتي لناشئين كرة القدم، وبالتحديد فريق 2003 واللي قدر يحقق فوز على فريق فاركو. والحقيقة المباراة كانت صعبة جدا وكان فيها ندية كبيرة، لكن بقى النادي الأهلي قدر يحسمها لصالحه في ركلات الترجيح. يعني الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وأحرز أهداف النادي الأهلي الاثنين الحقيقة اللاعب سمير محمد، عشان بقى تنهي المباراة زي ما قلت بالتعادل الإيجابي ويلعبوا ضربات ترجيح وتنتهي لصالح النادي الأهلي بنتيجة 5-4 عشان يستمروا في صدارة الترتيب. الحقيقة طبعا بنبارك لهم على هذا الفوز، نتمنى إن شاء الله يستمروا بنفس الأداء ونفس الروح ويحسموا البطولة لصالحهم. يعني ده فيما يخص طبعا أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة السلة وبالتحديد رجال كرة السلة واللي بيحققوا الحقيقه فوز على فريق هليوبلس في منافسات دوري السوبر. يعني كلنا تابعنا المباراه امبارح لان المباراه كان فيها نديه كبيره، لكن بقى رجال النادي الاهلي قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 83-79. زي ما قلت المباراه كان فيها نديه كبيره، وخليني اطلع حضراتكم على نتائج كل الكوارترز. يعني الكوارتر الاول انتهى بالتعادل بين الفريقين بنتيجه 23-23. الكوارتر الثاني الحقيقه ان هليوبلس كان متقدم على النادي الاهلي بنتيجة 40-35، لكن بقى روح النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي قدروا يعملوا كامباك ويعدلوا النتيجة ويفوزوا في الكوارتر الثالث بنتيجة 61-55، ويستمروا في الفوز في الكوارتر الرابع ونهاية المباراة بنتيجة 83-79 عشان يحققوا فوز جديد للنادي الاهلي. المباراة القادمة بقى هتكون ديربي كرة السلة في دوري السوبر، هتكون بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. المباراة هتكون على صالة النادي الاهلي الساعة 6:30 مساء. يعني بالتأكيد مباريات الأهلي والزمالك الفوز فيها بيكون ليها طابع خاص، فبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة أكيد زي ما بنتمنى لرجال كرة القدم. واضح بقى أن منافسات الأهلي والزمالك هذا الأسبوع هتكون مشتعلة جدا، فبالتأكيد كل التوفيق لفرق النادي الأهلي. من رجال كرة السلة خلونا نروح لسيدات كرة السلة واللي بيواصلوا استعداداتهم لمباراتهم غدا اللي إن شاء الله هتكون أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. مباراتهم غدا ان شاء الله هتكون الساعة 6 مساء على صالة مركز شباب الجزيرة، وكمان هيكون عندهم مباراة تانية يوم الجمعة القادم امام فريق الاتحاد. مباراة ايضا هتكون الساعة 6 مساء زي ما قلت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. كل توفيق اكيد لسيدات كرة السلة. يعني الحقيقة ان هم عاملين اداء جيد الى حد كبير في الفترة الاخيرة، بنتمنى لهم بقى ان شاء الله ان هم يرجعوا يتألقوا مرة تانية، وان شاء الله دوري السوبر للسيدات والرجال يكون للنادي الأهلي. كمان استكمالا للحديث عن كرة السلة معانا خبر متعلق بشباب كرة السلة 16 سنة واللي قدر يحقق فوز على فريق مسلمين أرمانت بنتيجة 44-23. ده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة أنه شباب السلة كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة وقدروا يحسموها لصالحهم بفرق سكور، يعني زي ما قلت بنتيجة 44-23، فبالتأكيد بنبارك لهم أكيد على هذا الفوز.
خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة وأبطال السوبر المصري سيدات ورجال النادي الأهلي. ليه طبعا كرة الطايرة؟ يعني خليني أقول لكم إنه في فترة توقف دولي طبعا هذه الفترة لمشاركة منتخبنا الوطني سيدات ورجال كرة الطايرة في طبعا دورة الألعاب الإفريقية واللي هتكون في غانا، هتكون من يوم 8 حتى 23 مارس. خلاص بقى بدأوا الاستعدادات لهذه البطولة، ويمكن الحقيقة منتخبين سيدات ورجال دخلوا في معسكر مغلق في صالة دكتور حسن مصطفى مركزين بشكل كبير جدا. أكيد منتخباتنا الوطنية دايما بتسعى للتتويج بالبطولات الإفريقية، فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. الحقيقة أنه يعني قبل فترة التوقف رجال وسيدات كرة الطايرة الحقيقة يعني أنهوا فترة قبل عفوا فترة التوقف بنتائج جيدة جدا، سواء طبعا بالتتويج ببطولة السوبر لسيدات ورجال على حساب الزمالك، رجال طبعا كرة الطايرة بنتيجة 3-1 وسيدات كرة الطايرة بنتيجة 3-2. ويمكن شفنا مباريات ممتعة جدا يا كريم ويا نهواند، وأيضا طبعا الفوز في بطولة كاس مصر. يعني إن شاء الله بقى لما نرجع مرة تانية نحسم بطولة كاس مصر وبطولة الدوري، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إنه جماهير النادي الأهلي دائما بتطالب لاعبيها طبعا بحصد جميع البطولات. يعني ده فيما يخص لعبة كرة الطايرة. كمان معانا خبر متعلق بناشئات كرة الطايرة 19 سنة واللي قدروا يحققوا فوز على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. الحقيقة أنه يعني أخبارنا النهاردة كلها المتعلقة بالناشئين سواء كرة القدم أو كرة السلة أو كرة الطايرة، يعني بتبين أنه الحقيقة روح النادي الأهلي بتكون منذ الصغر دائما بيلعبوا على الفوز في جميع المباريات. نروح بقى للعبة كرة اليد، وطبعا الحقيقة أنه كمان في فترة توقف دولي بسبب أيضا طبعا المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية زي ما قلت اللي هتكون في غانا. لكن أيضا رجال كرة اليد الحقيقة أنهوا قبل فترة طبعا التوقف بنتائج جيدة جدا، يعني متصدرين جدول الترتيب لبطولة الدوري. يمكن آخر فوز كان على فريق هليوبلس، وشفنا مباراة كبيرة جدا قدمها طبعا رجال كرة اليد، أنهوا المباراة الأخيرة لصالحهم بنتيجة 32-21 على فريق هليوبلس. أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنتمنى التوفيق لشباب كرة اليد منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد في هذه البطولة. إن شاء الله بقى منتخباتنا الوطني تكون على منصات التتويج في جميع الفرق الرياضية. ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. خلونا بقى نروح لأخبار النادي الأهلي، وزي ما كنت بتقول يا كريم أخبار متعلقة بشهر رمضان. وبهذه المناسبة أكيد بقول لكم طبعا يا كريم ويا نهواند وكل مشاهدي قناة الأهلي كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. يعني بالتأكيد الأجواء داخل النادي الأهلي بتكون مميزة جدا، وخليني بقى أقول لكم إنه لجنة الشباب طبعا تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية أعلنت إنه هيكون في إن شاء الله دورات رمضانية للعبة البادل وكمان لعبة كرة القدم. يعني خلونا في البداية نبدأ بالبادل. البادل هيكون مقام إن شاء الله في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، وكمان فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. لكل بقى الأعضاء اللي مهتمين بدورة البادل ياريت تتجهوا لإدارة العلاقات العامة في فروع النادي كلها الحقيقة الأربع فروع، وآخر ميعاد للتسجيل هيكون يوم 14 مارس. الشرط الوحيد الأساسي أنه طبعا تكون عضو بالنادي الأهلي. أما عن الدورة الرمضانية لكرة القدم فإن شاء الله هتكون في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، وآخر موعد للتسجيل في هذه الدورة هيكون يوم 8 مارس. الحقيقة أنه بتكون أجواء مميزة جدا، فكل الأعضاء يعني بنشجعكم أكيد أن أنتوا تشاركوا وتسجلوا في هذه الدورات الرمضانية. يعني يا كريم ويا نهواند دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي الأهلي. أكيد معاكم لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى. أنا عندي استفسار الحقيقة يا هنا، الدورة اللي هي الرمضانية بتاعت كرة القدم في رجال وسيدات ولا رجال بس؟ لا رجال بس يا نهواند، دورة كرة القدم، لكن دورة البادل بتكون للسيدات والرجال. طيب على كل حال هنحاول يعني نطلب لو يعملوا برضو دورة رمضانية ويشارك فيها يبقى كرة قدم نسائية. والله بجد احنا اوريدي عندنا، احنا من قناة النادي الأهلي لوحدها ممكن نعمل فريق يعني، فخلينا نشوف. على كل حال شكرا ليكي جدا يا هنا، شكرا ليكي على هذه التغطية. عموما